ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الخميس 1 ديسمبر كانون الاول 2022. هتبتدي تحس انك النهارده بتحب كل الاشخاص اللي حواليك، هتتعلق وجدانيا بيهم اكتر، خاصة مع حبيبك. هتفكروا في انكم تقضوا شوية وقت مع اصدقائكم، مع اسرتكم، او حتى ترتبوا لانكم تقضوا سهرة رومانسية مع حبيبك في اليوم ده، حتى لو كانت مكلفة لكنها هتبقى مهمة جدا ليكم في اليوم، هتنجزوها في أسرع وقت ممكن ليكم. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا جدي، هيبادلك شريكك وحبيبك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة جدا. انت بدورك مش هتأثر في الجانب ده أيضا. بالنسبة ليك مهنيا، هتبتدي تضحك ليك الدنيا مرة تانية، بس عليك انك تهدأ شوية وتتروق، وانك تواجه كل الحاجات اللي بتبتدي تشتغل فيها قدام كل الاشخاص القريبين منك. هتبتدي تخطو خطوة جديدة ترضي بيها كل طموحاتك. بالنسبة لك صحيان النهاردة يا جدي، ما تقعش ضحية للاضطرابات النفسية العابرة ولا تخليها تتملكك، دي هي هتسبب ليك مشاكل كتيرة جدا جدا في الفترة الجاية. وبالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، بيواصل القمر عبوره في الحوت اللطيف طول اليوم ده، ممكن نتعامل مع شوية صعوبة في اننا نتابع كل الحقائق اللي بتبقى عندنا. التوجهات والتعليمات واضحة جدا، هيتم خلطنا بين التصورات المثالية، هنعرف نتعامل مع كل انواع الخداع وخداع ذاتنا على كل الجوانب الايجابية. هتبقى منفتحين اكتر على كل الاحتمالات والخيارات، هتشجعنا الليلة دي انها تبقى مدروسة اكتر. التأثير النهاردة اساسي، هيساعدنا علشان نستقر في كل عواطفنا بشكل كبير، هيعزز العبور ده جاذبيتنا اكتر، هنبقى مسؤولين اكتر.